أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن فوز فريق قرطبة الإسباني في أول مبارياته بموسم الدرجة الثانية يبعث على التفاؤل بالمزيد من الانتصارات في المباريات المقبلة، خاصة وأن الفريق قدم مستويات بارزة في أول ظهور له، ومن المؤمل أن يواصل تقديم العروض القوية في ظل القدرات والإمكانات التي يمتلكها لاعبو الفريق. قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: بات اسم مملكة البحرين يبرز بصورة واضحة في العديد من الفعاليات والمحافل الرياضية في مختلف المجالات بما فيها كرة القدم، حيث يلعب فريق باريس اف سي بشعار فيكتوريوس البحرين في الدوري الفرنسي وفريق قرطبة في الدوري الإسباني، الأمر الذي يجعل من البحرين محط الأنظار والترويج لها لإنجازاتها الكبيرة على مختلف الأصعدة في ظل ما يتمتع به الدوري الفرنسي والإسباني من مشاهدة عالية ومتابعة متميزة من قبل مختلف الجماهير المحبة لكرة القدم. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الإدارة البحرينية لنادي قرطبة شرعت في اتخاذ العديد من الخطوات التصحيحية والإيجابية من الناحية الفنية والإدارية للنادي، وقد وضعت استراتيجية طموحة نأمل أن تأخذ بالفريق إلى طريق الانتصارات وتحقيق الإنجازات، فضلا عن اهتمام الإدارة بالجانب الفني من خلال التعاقد مع الجهاز الفني المتمكن والقادر على قيادة الفريق، بالإضافة إلى التعاقد مع نخبة من اللاعبين الذين سيشكلون إضافة نوعية للفريق في مسيرته بالدوري. وكان فريق نادي قرطبة قد لعب أولى مبارياته لهذا الموسم في دوري الدرجة الثانية ب الإسباني ضد فريق لوركا ديبورتيفا، وحقق الفوز بهدف واحد أحرزه المهاجم بيفا كاريه.